بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء والمزراء المنتدبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى في هذا المجلس الحكومي إن شاء الله غادي يكون عندنا واحد مشروع قانون مهم جدا لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وهذا دخل في الاهتمام ديال الحكومة بها بواحد مجموعة ديال الفئات، فئات اجتماعية معينة تعاني إما في وضعية إعاقة أو تعاني الهشاشة أو في وضعية شيخوخة، والتي تحتاج إلى رعاية معينة. وبالتالي فهناك برنامج لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة، وهذا التكوين غادي يمكن باش يمكن نهتموا بهذه الفئات بطريقة مهنية. لكن هذه الفئات ديال العاملين الاجتماعيين واللي جزء منهم موجود يشتغل في عدد من المؤسسات اليوم، وإن كان نحن محتاجين لأكثر من هذا، محتاجين لعشرات الآلاف في السنوات المقبلة، يحتاجون إلى وضع قانوني محدد لتنظيم هذه المهنة، لأنها تولي مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة وإن شاء الله. فلذلك كيجي هذا القانون الذي طال انتظاره، انتظرناه طويلا. كنشكر القطاع المعني والأمانة العامة على برمجته اليوم. هو مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وغادي تكون واحد الشريحة اللي إن شاء الله غادي نهتموا بها، وغادي تكون هذا غادي يطور العمل الاجتماعي في بلادنا، غادي يكون فيه المهنية أكثر، الجودة أكثر، الجودة أكثر، وهذا اللي غادي نحرصوا عليه إن شاء الله. وكنشكر أيضا جميع مؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، لأن هي كلها غادي تنخرط في هاد الورش، وهذا غادي يساهم في تحقيق درجة أعلى من الاندماج الاجتماعي لهذه الفئات والاستجابة لحاجياتهم الخاصة. ونتمنى على الله إن شاء الله هذا القانون بعد أن يصادق عليه البرلمان نخرجوا النصوص التنظيمية بسرعة الخاصة به كي نطلق هذا الورش اللي غادي يكون عنده تأثير مهم على هذه الفئات الاجتماعية. شكرا جزيلا.